النهارده ست وزيره نبيله مكرم كانت في احدى قرى محافظه دقهليه. دي قريه من القرى اللي هي يعني من ولادهم بيسافروا بطرق يعني نقول غير شرعيه. ست الوزيره بتلف على المحافظات الصعيد بحري غيره عشان تعمل الجانب ده من التوعيه. تكلم مع الاسر ومع الاهالي ومع الشباب ويعني ظروف اللي هي زي ما نطلق عليها مراكب النجاة، يعني انت مش عايز النهارده، عايزين اللي يسافر يكون بطريق شرعي، تكون الدولة عارفة من خلال الدولة، مش كل واحد يطلع ياخد مركب وما تضمنش رايح ولا مش رايح، هيحصل ايه ولسه من كام يوم مركب طلع معرفش من احدى دول شمال افريقيا، الناس غرقوا معرفش لقوا كام واحد وما لقوش الباقي. هي عملية محدش عرض نفسه لهذا الأمر. وبالتالي الدولة النهارده بتحط هذه الضوابط، واحنا بلد بتواجه هذا الامر بشكل واضح من 2016 بنواجهه. وكانت مع طبعا دكتور ايمن مختار محافظ دقهليه كان موجودا ايضا، وست الوزيره قعدت تشرح للاسر وتشرح للناس والاهالي ولقاءات عملتها، اتكلمت طبعا لانه في الاخر الناس عايزه ايه؟ هو بيسافر ليه؟ سؤال. فرصه عمل. او شاف حد جنبه في فترة من فترات سافروا وناس عملت وعملت فلوس وبنوا وعملوا وجابوا حاجات وبيوت وعربيات، فقال لك اشمعنى انا؟ ليه لا؟ طب النهارده اديكم شايفين الاتحاد الاوروبي وممكن يعني الموضوع يصل لايه ما بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي. وايه؟ ناس يعني ده دول بلادهم يعني عندهم ما في يعني ما فيش، فما حدش حتى عايز يسمح لهم انهم يدخلوا دول الاتحاد الاوروبي. ما بال اللي عايز يسيب هنا وانا اروح الاقي فرصه عمل. تلاقي فرصه عمل فين؟ فين؟ في انهي مكان؟ شافت طبعا الحاجات اللي بيعملوها الحرف اليدويه وغيره والشغل طبعا، واللي هو تحفيز ايضا للناس منتجات بتاعتهم اللي بيعملوها، ودور كمان زي ما بقول لكم بتقوم به سفيره نبيله مكرم في هذا اليوم اللي قضيته النهارده في محافظه الدقهلية. تعالوا نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بزيارة إلى محافظة الدقهلية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث أقيمت فعاليات تقديم المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وذلك بحضور السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. أعقب ذلك تفقد السيدة الوزيرة والسيد المحافظ لمعرض مصغر يعرض أعمال ومنتجات الشباب والفتيات تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. سعيدة جدا جدا بيهم وهم هيقدموا هذه النماذج. دايما بنحرص انه في هذه اللقاءات الجماهيرية انا بتكلم وسيادة المحافظ بيتكلم، انما لما من اهل القرية واهل المحافظة يطلعوا ويقولوا ايه اللي عملوه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة، ايه اللي تدربوا عليه، يعني اهل القرية بيصدقوا اكتر، بيصدقوا ان الفرصة زي ما التانيين اخدوها هم كمان من حقهم ان هم ياخدوها. سعيدة بالمنتجات اللي ورايا، السيدات وأيضا الشباب، في ناس راجعة من الخارج ورجعت تاني لمحافظتها وابتدت إن هي تجود من الإنتاجية بتاعتها، فبالتأكيد حاجة تفرح. التكامل ما بين المبادرتين، ما بين مبادرة مراكب النجاة ومبادرة حياة كريمة، احنا النهارده في إحدى قرى مركز شربين نازلين على الأرض مع الناس مع كل شركاء النجاح المختلفين اللي معالي الوزيره قالت عليهم، عشان نوعي الشباب ونعمل له تريننج ونعمل له تدريب ونأهله لسوق العمل الداخلي ونبعده خالص عن فكره الهجره الغير شرعيه. كل الشكر والتقدير لوزاره الهجره وكل شركاء النجاح معانا. اولا والله يمكن المعروضات اللي موجوده حاجه في منتهى الروعه، الشباب والسيدات اللي عاملين المنتجات بتاعتهم كلها منتجات فائقه الجوده وحاجات يعني نفخر انها موجوده هنا في الدقهلية دي. تهدف المبادرة للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب المصري من الهلاك والمصائر المجهولة. سيف محمود لبرنامج على مسؤوليتي.